طيب أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. تمكنت القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الوطنية اليوم من صد هجوم مدرع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب مأرب. وفقا لمصادر ميدانية فقد قتل نحو 30 عنصرا من عناصر الميليشيا وأسر 7 آخرون خلال 8 ساعات الماضية من القصف والاشتباكات. في الحرب يخوض الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الحوثيين مزيدا من الخسائر في صفوفها، لا سيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات للنازحين تضم أطفالا ونساء، وطبعا الجميع نازحون. يعني في الميدان أيضا يحقق الأبطال انتصارات متتالية. هذه الانتصارات هي أولى خطوات الحل السياسي، التاريخ لا يكتبه إلا المنتصر، هو من يحدد الشروط في التفاوض حتى وإن خذلته ظروف التفاوض مرة كما حدث ونحن منتصرون، وتم التوقيع على اتفاق استوكهولم الذي منح قبلة الحياة للحوثي من جديد. المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لينكرينج أكد التزامه أو التزام بلاده بالوقوف إلى جانب اليمنيين من أجل إرساء عملية السلام في البلاد، وقال في بيان مقتضب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأكد التزام الولايات المتحدة تجاه زملائنا اليمنيين في صنعاء الذين عانوا من الاعتقال والتهديدات والمضايقات من الحوثيين، وأضاف إن هؤلاء لديهم عائلات ويأملون بمستقبل أفضل، في إشارة إلى استمرار الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا في حق المدنيين ومن ضمنهم عدد من العاملين السابقين في السفارة الأمريكية الذين اختطفوا قبل شهرين. ولفت إلى أن هذه الانتهاكات ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من أعمال الحوثيين ضد المدنيين. وزير الإعلام معمر الإيراني قال إن النظام الإيراني يخطط لتحويل اليمن إلى قاعدة للإضرار بأمن دول الجوار، وأوضح في تغريدة على تويتر أن خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يديرون العمليات العسكرية في إيران في اليمن. مشهد السياسي في اليمن الآن هو خليط من انتصارات عسكرية وتراجع حوثي وحكومة تنشط على تويتر ويكتب وزراءها بحماس شديد على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل اختفائهم في الميدان، فعليا لا تجد لهم أي حراك ولا أفعال تغير من أحوال الناس. هذا أيضا يأتي مع تحركات إقليمية لترتيب المشهد وأفعال إيرانية من أجل إبقاء الوضع كما هو وتحويل اليمن إلى ولاية إيرانية أقرب إلى رأس حربة في ظهر الخليج. مشهد سياسي تعقيداته وتراكماته يحتاج إلى قراءة. فاصل ونبدأ الحلقة، كونوا معنا.
اهلا بكم جدا مشاهدينا الكرام، ويسرني ان ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حسن العديني. اهلا وسهلا. مرحبا بك استاذ حسن. ما يجري في اليمن هو مد وجزر، سواء في التحركات السياسية او التحركات العسكرية. ما الذي يدفع بهذه التحركات للنشاط، وما الذي يعيدها الى حالة السكون؟ انا ارى ان المشهد ما زال ملتبسا، لم تتغير امور كثيرة. هذه التحركات السياسية، اولا هناك لاعبون كثيرون في اليمن، هناك من يلعب لاعبين اقليميين ودوليين، هناك من يلعب لحساب نفسه، وهناك من يلعب بالوكالة غير القوى المحلية او القوى الوطنية التي تتصارع في البلد. مثل من؟ اقصد قوى الصراع. غير قوى الصراع هناك اللاعبين الاخرين، سواء الامريكيين والبريطانيين او الدول الراعية للاتفاق للمبادرة الخارجية و للتسوية أو ما سمي للتسعى للتسوية. أنا للأسف دائما ما أجلس معك هنا وأبدي عدم تفاؤل، أبدو متشائما، حتى كثيرين يقولون أنت لا تبث الأمل، لكن لا أرى. طيب من أين يأتي التشاؤم بالنسبة؟ لا أرى أن هناك كل هذه التحركات السياسية. أحيانا أراها أنها لتمضية الوقت، لتمضية القوى التي الأطراف الدولية ما في ذلك المبعوث الأممي التي تحاول أن تظهر جدية في دفع الأطراف إلى تسوية سياسية لا تستطيع أن تمارس ضغوط في الواقع مرة واحدة. لا نقول أن لها مصلحة في استمرار الوضع؟ يبدو لي هكذا. العملية كلها تشير إلى أنهم مطمئنين او يريدون ان تستمر حالة الحرب. يعني كنا في فترة يعني وجود مبعوثين، مبعوث امريكي ومبعوث وما زالوا اممي. لا اقصدنا عندما تعينوا في فترة واحدة او متقاربة، او اضيف بالاصح مبعوث امريكي الى جانب تغيير المبعوث الاممي، وقلنا يمكن ان هناك فعلا نوايا حقيقية لدى المجتمع الدولي لحل الأزمة في اليمن وإيقاف الحرب وإحلال السلام. يعني هذا كان مصدر للتفاؤل. اليوم هل لازال المشهد غامض؟ هل ما زال المشهد غامض وملتبس، وما زالت مواقف الدول التي ترعى تسعى لرعاية السلام أو للحصول على تسوية ما زالت مواقفها محل شك؟ المبعوث الأممي الجديد يبدو أنه لا يختلف كثيرا عن يعني سابقه، طريقته لم تختلف، لا يختلف تماما. كانت الملاحظات على المبعوث مارتن غريث أنه لديه لؤم كبير، ويبدو أنه يدعم استمرار الحرب أو يدعم الحوثي، يريد الوصول إلى نقطة معينة في الحرب ثم سيتحرك. المبعوث الجديد أيضا سلوكه وتصرفاته لا تشي بأنه يمارس سياسة مختلفة، ويذهب جهده في اجتماعات وتحركات لا يبدو أنها توصل إلى نتائج. في الفترة الأخيرة يعقد اجتماع مع القبائل، هل القبيلة ستفتح الطريق إلى تسوية في اليمن؟ مشكلة اليمن أنها عايشة في بطن القبيلة في هذه المرحلة الصعبة من الصراع، والقبيلة لا يمكن أن تقدم حل بقدر ما لا يمكن أن تشارك في إيجاد حل بقدر ما لماذا وهي طرف في الحرب، وهي أحيانا من يحمي الدولة، وهي من يحمي الجيش في بعض الأحيان، وهي من تقوم بدور الدولة في أحيان كثير؟ القبيلة لا تحمي الدولة. أنا أتكلم عن مرحلة استثنائية. واقع غير سوي. القبيلة فيما أعرف شاهدنا القبيلة لماذا تقاتل بدلا عن الجيش؟ لأن الدولة مش موجودة، لأن الجيش مش موجود. الجيش يجب أن يكون بيد الدولة سلاح. إذن الآن لا يجب القبيلة لها وجود. القبيلة تدير الدولة، هذه مشكلة. أنا أرى الآن إنه ليس إدارة الدولة، لكن هي مكون أساسي. يعني
مكون أساسي ومؤثر في 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 كل التعيينات ومؤثر في كل التحركات لا أحد يستطيع. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. أنا أقول إنه أرى أن الغائب الوحيد في كل هذه التحركات السلطة الشرعية. هي الغائب الكبير. طيب. إلى حد إنه أحيانا حتى المبعوثين الأممي والدولي اتصالاتهم بقوى التحالف أكثر مما اهتمامهم برأي القيادة السياسية وماذا تريد، ثم إنه أيضا دورها على المستوى الميداني دور ضعيف. اسمح لي رحب أيضا بمحمد مهدي مستشار وزارة الثقافة. أهلا بك أستاذ محمد. لا والله يعني أستاذ محمد عشان نقول لي أستاذ محمد أنت على الهواء تسمعني؟ أهلا ومرحبا أستاذ محمد. تقييمك للتحركات الأخيرة، خصوصا كان ولي عهد السعودية زار مسقط ودار نقاش هناك حول السلام في اليمن، يعني تقديراتك هل يمكن أن تفضي هذه التحركات الإقليمية إضافة إلى تحركات المبعوث الأممي إلى انفراج أكبر في عملية السلام؟ أهلا ومرحبا بك وأسعد الله مساءك والمشاهدين الكرام. بشكل عام يعني اليوم المنطقة بشكل عام تواجه تحدي كبير تقوم به إيران بإقلاق وضع الأمن في المنطقة وخاصة في اليمن، وهذا يهدد أيضا أمن المملكة العربية السعودية. وبالتالي فهذه التحركات كلها تأتي في إطار يعني محاولة إيقاف هذا العبث الإيراني، وخاصة أنه لمعالجة أي إشكالات سابقة حصلت في المنطقة بين الحلفاء من أجل توحيد الصف بشكل عام ضد المشروع الإيراني، ومن أجل أيضا الوصول إلى صيغة للسلام والتوافق والتقارب يعني بين الشركاء في مواجهة هذا المشروع. في اعتقادي أعتقد أنه واضح أنه هذه الزيارة لها انعكاساتها بالتأكيد على الشأن اليمني، ولها انعكاساتها على وجه التحديد على عملية السلام، خاصة أنه هناك توجه اليوم دولي كما أشرت أيضا تحركات المبعوث الدولي، هناك تحركات دولية واضحة لمحاولة يعني الإيقاف الحرب. لكن يعني نقولها بشكل واضح ونكررها دائما، إيقاف الحرب لا يعني الانصياع لهذه العصابات ولهذه الميليشيات. يجب أن يكون مشروع إيقاف الحرب ومشروع السلام من أجل استعادة الدولة وبناء على المرجعيات التي قررها المجتمع الدولي نفسه وأقرها يعني مجلس الأمن عبر القرار الدولي الشهير 2216، أيضا المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. هذه مرجعيات يجب أن لا طيب هل النخب النخب السياسية اليمنية يعني تعاني من 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 حالة عدم نضوج وتعامل بمسؤولية مع الاستحقاقات؟ يعني اليوم اليمن تحت البند السابع، هذا الوضع معروف، ليس الحل بيد اليمني، لكن باستطاعتهم على الأقل أن يدفعوا باتجاهات الحل نحو طريق معين، يعني على الأقل يعني أو يسهموا فيها. لماذا هم بعيدين عن 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 هذه التفاعلات؟ كما ذكرت لك، هو الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث بشيء أكثر وضوحا، إنه اليوم النخب اليمنية للأسف في الغالب أنها يعني مرتهنة لدول أخرى يعني خارج البلاد، وتنتظر قراراتها. الكثير من النخب، لا أستطيع أن نقول على الجميع هذا الكلام، لكن هناك نخب مؤثرة في الشأن اليمني لا تملك قرارها. بالتالي يعني من الذي يملك قراره من النخب اليمنية برأيك؟ ما لن أستطيع أنا اليوم أن أقول لكم فلان من الناس يملك قراره وفلان من الناس لا يملك قراره. إذن لا أحد يملك قراره. يعني المتابع يعني أقصد إحنا لن نضحك على الناس، لا أحد، لا من في الداخل ولا من في الخارج، يعني لن نقول أنهم مرتهنين، لكن سنقول أنهم ليسوا أصحاب قرار. هناك نخب يمنية نعرف أنهم ليسوا أصحاب قرار، ليسوا مرتهنين، ليسوا عملاء أو أتباع لأحد، لكن ليسوا أصحاب قرار. هناك أنا ذكرت لك بشكل واضح في بداية حديثي أنه لا يمكن أن نقول هذا الموضوع عن الجميع،
لكن يتحدث أن هناك نخب موجودة داخل الصف داخل الصف الوطني بشكل عام في القضية اليمنية مرتهنين ولا يملكون قرارهم، هذا بشكل واضح وأكرر وأرفع صوتي به. لكن لا أحد يمارس ضغوط على الأقل في إطار الحكومة، في إطار مجلس النواب، في إطار مؤسسات يعني على الأقل أنه ندفع في هذا الاتجاه، ندفع باتجاه الحل، نضغط، نمارس بعض الضغوط على المجتمع الدولي. يعني لا يجوز أن نتفرج على هذا الشعب وهو يعاني كل هذا الخذلان وكل هذه المعاناة والجميع يعني وكأنه مستمتع بما يجري. أنا ذكرت لك بشكل واضح نعم. يعني حينما أجيب أنا على سؤال أقيم فيه مرحلة محددة يجب أن أتحدث بوضوح، لكن حينما نقول ما المطلوب اليوم من هذه النخب، المطلوب منها فعلا أن تتخلص من أي ارتهان من أجل التوجه من لحل المشكلة اليمنية. طبعا اليوم لما نقول إحنا ارتهان لا يعني أنه أنا أنفصل عن علاقتي بالمجتمع الدولي أو الخارج أو الشركاء أو الإقليم، لكن يجب أن تدار هذه العلاقة مع ما ينسجم مع مصلحة البلاد، أن نتخلص من مصالحنا الشخصية، أن نتخلص من المكاسب الشخصية والبيع والشراء في المواقف. هذا ما نبحث عنه اليوم. يعني النخبة اليمنية، ولا أتحدث اليوم بشكل عام من أجل أن لا نعمم الموضوع، نتحدث عن جزء كبير من هذه النخبة للأسف بحاجة إلى أن تتخلص من ذلك وأن تتجه من أجل مصلحة الشعب المغلوب المقهور الجوع المنتشر اليوم، الأوجاع، الأوبئة، كل هذه المشاكل. أنا أقول أنه هؤلاء يتحملون جزء كبير من هذه المشكلة، بالإضافة إلى أنه نحن اليوم أمام استحقاقات مطلوبة من المجتمع الدولي ومن الإقليم أمام القضية اليمنية، باعتبار أن اليمن أن القضية اليمنية أصبحت جزء من القضايا الدولية الموجودة يعني المرتبطة بذلك. لا نكذب على أنفسنا، اليوم التفاوض مع إيران في القضية اليمنية والسورية وغيرها من القضايا هي القضايا مرتبطة ببعضها. يعني أصبح الضغط يأتي أحياناً بناء على إشكالية في الملف السوري يأتي الضغط في الملف اليمني، وهذا الذي يجري في كل الملفات السياسية، وهذا ما يديره المجتمع الدولي منذ فترة طويلة. هذا إذا أردنا أن نتحدث بشكل واضح. اليوم يجب أن يسعى اليمنيون للخروج من هذا المأزق. كيف؟ باستعادة الدولة، ليس المسألة تسليم. أنا لست مع قضية البيانات حتى في الحرب، حتى في الحرب لا يوجد إدارة موحدة، لا يوجد مجلس عسكري يدير الجبهات. نعم. هذه مشكلة اليوم. اليوم إذا لم تدار المعركة العسكرية يا أخي العزيز بغرفة عملية واحدة تواجه هذا المشروع العنصري السلالي الذي استهدفنا جميعا ولم يسلم منه أحد، فالمعركة ستكون مشتتة. اليوم من أكبر ما ارتكبه المجتمع الدولي من أخطاء أنه جزء القضية اليمنية، يعني يسوي الاتفاقية لستوكهولم الحديدة ويريد يعمل اتفاقية للتعز واتفاقية. تجزيء الملف اليمني بهذا الشكل هو زيادة في وجع المواطن. اليوم حتى صيغة السلام والحديث على الإنسانية من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي التي تحدث عن الإيقاف، يعني مثلا على سبيل المثال كان قوات المشتركة قد اتجهت نحو الحديدة لتحريرها، جاء اتفاق استوكهولم وأوقف هذا الموضوع بحجة الإنسانية. الحالة الإنسانية، لكن كان هناك أيضا كان هناك موافقة أيضا من الحكومة، وكانت الحكومة طرف في التوقيع. بالأخير ذكرت لك أن الحكومة أيضا تتعرض لضغط شديد من المجتمع الدولي، وكما ذكرت لك اليوم القضية اليمنية مرتبطة بقضايا أخرى وهناك مفاوضات، وكانت هناك لا يمكن نتحدث عن ظروف تلك المرحلة. لكن أنت أوجزت ربما المشهد العورة. نعم، أوجزت المشهد في هذه النقاط انه الحكومه خرجت ربما من كل الملفات. اشكرك جزيل الشكر محمد مهدي مستشار وزاره الثقافه، شكرا على هذه المداخله. استاذ حسن، في هذه النقطه تحديدا يعني انه الحكومه والدوله اليمنيه خرجت من كل دارت كل الملفات، لم تعد تستطيع حتى أنها تقرر أنها تتحرك حتى عسكريا، تستطيع أنها حتى أن تتواجد في الداخل. ربما أيضا الرئيس لا تجدد أي طموحات بأنه يعود إلى اليمن، هذه مشكلة. شوف، أنت في تقديمك قلت كلام مهم جدا، وهو أن العمل الميداني والعسكري على الأرض هو الذي سيحكم عملية التفاوض. من الذي يفرض شروطه أو من ليس بضرورة كل طرف واحد يفرض شروطه، وإنما سوف يكون هناك تنازلات متبادلة ما دامت الحرب
لم تنتهي بانتصار لأحد الأطراف على الطرف الآخر، انتصار ساحق ويفرض الاستسلام على الطرف الثاني. لكن ستحسن موقعك في التفاوض. تحسين الموقع في التفاوض هذا الكلام زي. ولذلك المسألة ليست بالتمني. المتصل معك تكلم عن أنه أي تسوية يجب أن يتم فيها استعادة الدولة، ليست المسألة رغبوية، ليست برغباتنا، وإنما بما نستطيع أن نحقق، بما نستطيع أن نفرضه بإمكانياتنا العسكرية ثم السياسية، لأنه السياسة هي انعكاس للعمل العسكري في حالة الحرب. الحديث عن 2016 قرار 22/16 والمبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية كانت لموضوع انتهى، موضوع زمان. إذن هناك لكن تظل هناك بعض المرجعيات لا زالت قابلة للتنفيذ. لكن المطلوب من الحكومة أولا أنها تكون، أن يكون لديه أولا أن تشتغل على الأرض. كلام المتصل كلام صحيح في مسألة توحيد العمل العسكري، وجود غرفة عملية واحدة تدير العمل العسكري، وكذلك العمل السياسي. العمل السياسي برضه تشعر أحيانا أن القوات. سبحان الله. رحب وكيل وزارة الإعلام دكتور نجيب غلاب، أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا أستاذ نجيب. يعني في الزيارة الأخيرة لولي عهد السعودي إلى مسقط، مسقط بما تمتلكه من علاقة جيدة مع إيران ومع الحوثيين، والسعودية بما أيضا تمتلكه من علاقة أصيلة مع الحكومة الشرعية وإلى آخر ذلك، حديث عن مستقبل اليمن بين الطرفين بهذا الثقل الإقليمي، هل يمكن أن ننظر من خلاله إلى 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 مستقبل أفضل أو تسوية سريعة؟ خلال البيانات التي صدرت التي تم إصدارها بعد اللقاءات وبعد يعني لقاءات القمة المتعددة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان واضح وبين أن الجميع يسير باتجاه تأييد الحل السياسي. هذا أولا، وأيضا الالتزام بالمرجعيات الثلاث، وثالثا أن لا يكون لإيران نفوذ في اليمن. هذه المسائل هي محسومة لدى كافة دول الخليج. الآن الخليج يعيد بناء القوة ويتجاوز كثير من المشاكل ويعيد تفكيك الأزمات ويعيد بناء مسارات السياسة الخارجية باتجاهات متعددة، يعني باتجاه إيران والمنطقة، لكن نحن نتحدث هنا عن الملف اليمني. أنا أتصور أنه الحوثية في ورطة كبيرة، ومن ناحية سياسية أصبح ليس فقط المنظومة الدولية بل حتى المنظومة العربية والداخلية يرون أن الحوثية مصرة على مسألة استمرار الحرب، وهذا واضح من خلال التصريحات المتعددة على المستوى الدولي والإقليمي. وبالتالي أنا أرى أنه استمرار الحوثية وإصرارها على ربما يقود إلى أعمال عسكرية متعددة في الفترة القادمة. وأنا أعتقد أنه المنظومات الأيديولوجية كالحوثية وأيضا ارتباطها بإيران يقودها إلى، صحيح أنه قد تبدو من خلال أعلامها أنها تحقق انتصارات بشكل ما في مارب، لكن عمليا ما يحصل هو استنزاف كامل للحوثية من حيث المعدات ومن حيث يعني قواتها الميليشاوية. وبالتالي هذا الاستنزاف لم تستنزف الحوثية مثله في أي فترة، وأنا أعتقد أنه ما زال هذا الاستنزاف في بداياته في حالة أصرت الحوثية على استمرار الحرب. الجميع مصر على أن الحل السياسي لابد أن يكون هو الخيار الأسلم. طيب. لليمنيين. ماذا عن تحركات على اليمنيين؟ نعم أستاذ نجيب، ماذا عن تحركات المبعوث الأممي؟ هل هناك تنسيق؟ هل هناك يعني هل هناك رؤية مثلا مشتركة تمضي عليها كل الأطراف التي يفترض أنها مهتمة بإحلال السلام في اليمن، أم أن الكل له أجنداته الخاصة؟ يعني الواضح نحن نحلل السياسة وما نراه من خلال الواقع.
أولا كل الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي وكذلك البريطانيين والاتحاد الأوروبي وكذلك المبادرة السعودية، وأصبحت حتى مقبولة وأصبحت ضمن إطار سياق الحل السياسي مع إعطاء المبعوث الأممي دور في مسألة التفاوض في المرحلة القادمة كمنسق ومنظم أيضا فيما يخص البعد الإنساني. لكن عمليا الجميع اليوم متفق، وربما حتى بما في ذلك الأمم المتحدة وأن لم يصرحوا بذلك، الجميع متفق أن الحوثية هي من تسير باتجاه استمرار الحرب وحولت المأساة الإنسانية إلى أداة من أدوات الضغط، وهذه المسألة أصبحت واضحة. وبالتالي الحوثية اليوم محاصرة سياسيا في زاوية ضيقة، عسكريا أيضا لم تعد تمتلك القوة، والدليل الواضح أنه يعني تم استنزافها في ريف مارب، ما زال مراكز الثقل الأساسية وهي منابع النفط والغاز وأيضا المدينة مدينة مارب ما زالت خارج سيطرة الحوثية، وبالتالي استنزافها في ريف مارب يعني لن يغير كثيرا من المعادلة لصالحها، بل سيكون ضدها مع الوقت. أيضا فيما يحصل في الساحل الغربي وجدنا أنه اليوم تم محاصرتهم سياسيا، من حيث أنه أصبحت الحوثية هي من تقود إلى إفشال اتفاق استوكهولم. كافة الأطروحات أيضا التي تطرح للحوثية من خلال المبادرات المقدمة دائما ترفضها الحوثية ومصرة على استمرار الحرب. وبالتالي أنا أتصور أنه في المرحلة القادمة الضغوط على الحوثية يعني العسكرية ستكون أكثر من أي مرحلة سابقة. أشكرك جزيل الشكر نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام، كنت معي عبر الهاتف. تعليقك أستاذ حسن. أنا أقول هو متفائل، كلام جميل، لكن أتمنيت شيء والأمور على الواقع. أنا أقول لك حاجتين تشير إلى أن، أولا قبل أن أقول شيئا، ما زلت أعتقد أن النظام الإيراني الحالي مطلب أمريكي ومطلب غربي لتقسيم المنطقة لإثارة صراع طائفي شيعي سني. يعني إيران اقتصاديا في أسوأ حالاتها، هذا النظام الإيراني مطلوب أنه يستمر ومطلوب أنه يعيش ومطلوب أنه يثير هذه الفتن ويحدث صراع داخل العالم الإسلامي وداخل المنطقة العربية على وجه التحديد. ولذلك لاحظ ثمة شيئين حصل في الفترة الماضية. أولا قيل أن هناك تفاوض سعودي إيراني تحت الطاولة، وأن الإيرانيين وحين تعرضوا للملف اليمني الإيرانيين قالوا للسعوديين بالضبط إنه الملف اليمني تفاهموا مع حسن نصر الله، يعني مع تنظيم وليس مع دولة. وهذه مسألة فيها عقرفة، وفيها عقرفة لدولة كبيرة موجودة في المنطقة. الأمر الثاني الاعتداء على اعتداء الحوثيين على موظفي السفارة الأمريكية. صحيح أنهم يمنيين، لكن المسألة مش مسألة حق إنسان فقط كما يقول ليست مسألة حق الإنسان، وإنما هي اعتداء على أمريكا. السفارة الأمريكية هي أرض أمريكية، أي سفارة هي سفارة أمريكية، هي أرض أمريكية. موقف أمريكا بهذا الشكل تتقبل هذه الإهانة، معنى ذلك أنها تتجاوز مع الحوثي وتريد هذا الحوثي أن يستمر. لا نتمنى ولا نقول أن الحوثية تراجع في 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 مارب. كانت مخبأ للقيادات، ظلت فترة كانت تستخدم كمخبأ للقيادات الحوثية. حسن نصر الله يصرح إنه لا تفاوض في المسألة اليمنية، ليس هناك تفاوض إلا بعد سيطرة الحوثي على مارب. اسمح لي أرحب هنا بعادل أحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام. أهلا بك أستاذ عادل. أستاذ عادل تسمعني؟ ألو؟ طيب حكومتنا تنشط فقط على تويتر. هذا شيء طبعا هذا من المحرضات، هذا نلاحظه دائما وزير الإعلام مع احترامي دائما في اي حدث
يعني هو اهم حاجه انه يقول انه يقول هذه الجماعه الحوثيه التي تسير بتوجيه ايراني او التي تعمل لصالح ايران. كلام يريد ان يسمعه الناس والناس يعرفوه وكلام ليس جديد. هذه هذا شغله الوحيد. لكن اين الاعلام؟ مش موجود. بقيه كاعلام مواجه لاعلام الحوثي ليس موجودا على الاطلاق. دعك من والاعلام هو واحده من الجبهات معركة كبيره. الاعلام نصف المعركه. صحيح. نصف المعركه العسكريه الاعلام، الكلمه قبل البندقيه. صحيح. فاقول الحكومه عليها ايضا ان تبادر، ان تحاول بقدر ما تشتغل على الارض ان تحاول في السياسه ان يكون عندها خيال وان تطرح تصورات وبدائل اخرى. لن يحل لها لن يقف احد مكان هذا. هي تريد المجتمع الدولي في كل صرخة، في كل عملية عسكرية او في اي حكومة تناشد المجتمع الدولي. يعني اصبحت تبكي اكثر مما تشتغل، اكثر مما تعمل، اصبحت تولول فقط وتريد من المجتمع الدولي ان ياخذها ويعيدها. طيب يعني طالما الامور بهذا الوضوح، يعني البلد تحت البند السابع وهناك من يمول سواء نشاط الحكومة أو إلى آخر ذلك، لماذا نعول كثيرا على الحكومة؟ ما الذي بيدها حتى تعين الوزراء ليس حقا خالصا للحكومة؟ بيد من تعين الوزراء؟ بيد الحكومة بالتأكيد. هل تقول أن هناك وصاية من دول؟ هناك اشتراطات وهناك توافقات وهناك وصاية من دول التحالف. إذا الحكومة هي التي طلبتها، ليس الحكومة بشكل حالي مجموعة الوزراء، لكن قيادة الدولة هي التي طلبت من القوة. كان هناك نوايا لإقالة الحكومة، لكن هناك من اعترض، وهناك من يرى أن هذه الحكومة هي لا بد أن تستمر. يعني هنا دعنا نتحدث بعض الصراحة. أنا أقول لكن ليست المسألة مسألة الحكومة حكومة معين عبد الملك. هي حكومة فاشلة. ليست حكومة معين عبد الملك. القيادة الشرعية بذاتها هناك. أستاذ حسن، هذه الحكومة لم تحصل حتى الآن على شرعية من مجلس النواب، لم تحصل على أين مجلس النواب؟ مجلس النواب سلطان البركاني في إسطنبول يوجه له رئيس البرلمان الإيراني يعنفه أنه لا يمثل الحكومة اليمنية، عنده أن الحكومة اليمنية هي حكومة صنعاء. نعم. طيب. عاد معنا عادل الأحمدي، سنعود للنقاش. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا أستاذ بلغاني، حياك وحيا الله ضيفك وجميع المشاهدين. الله يسلمك حبيبي. طيب أستاذ عادل، هل تعتقد أن هناك ترتيب للمشهد اليمني سيتم دون أخذ رأي اليمنيين؟ لا، يعني هناك طبعا هذا الأمر لم يتوقف منذ أن بدأت العاصفة، منذ أن كذا هناك محاولات لترتيب باستثناء اليمنيين، ولكن هذه المحاولات بطبيعة الحال تفشل في الكواليس قبل أن تخرج حتى إلى العلن. لماذا وكل حديث عن السلام في اليمن يشار إلى إيران ويشار إلى أطراف أخرى؟ لماذا يعني لماذا تستبعد أن هناك من يفصل لنا لكي نلبس؟ بطبيعة الحال لأن إيران هي من أشعلت في اليمن، لا بد أن يشار إليها بطبيعة الحال. ونعرف أن قرار هذه الميليشيا إيراني، ونعرف أنهم ورقة بيد الإيرانيين. ولكن يعني اقتراح أي يعني رأي اليمنيين في الأمر، سواء بكافة المكونات المناهضة والشعب التي تمثل الشعب اليمني والتي تقاوم هذا المشروع الخبيث وهذا الامتداد الإيراني الشرير، فإنها محكومة بالفشل بطبيعة الحال. طيب إذن أنت تثق بأنه إنه سيكون لليمنيين الرأي، ورغم أنه الواقع يقول غير ذلك. يعني على الورق هناك اليمن وضعت تحت البند السابع، وهناك أيضا قرارات بهذا الشأن، وهناك أيضا دول هي تتحكم حتى في المندوبين أو المبعوثين الأمميين، والمبعوثين الأمميين هم يعني يعيد والكرة من البداية، وكل مبعوث يأتي هذا المبعوث الرابع، كل واحد يريد أن يبدأ من جديد ويريد أن يفهم من جديد ويجلس مع كل الأطراف وسنتين ثلاث يعني على بال ما يفهم، بعدين يغيره ويجيب واحد جديد. يعني.
هذا الكلام من حيث يعني ظاهريا صحيح، ولكن لو كانت اليمن مضت وفق رغبة المبعوثين الدوليين منذ ما قبل مؤتمر الحوار وحتى الآن لما لكان الحوثي هو من يحكم اليمن اليوم. بالعكس، ما نشاهده الآن من صمود ومقاومة سواء في مارب أو في الساحل أو في الضالع أو في صعدة أو في هذه ليست رغبة المبعوثين الدوليين. فليخيطوا ما يشاءوا وليتآمروا كما يشاءوا، في النهاية الشعب هو من سوف يقول كلمته والواقع هو ما سوف يرون. طيب لماذا لا نقول أن الهدف ليس تمكين طرف على آخر بقدر ما هو إطالة أمد الحرب؟ هذا وارد، وهذا أخطر يعني في اعتقادي. نعم، هذا وارد، وفي النهاية الميدان هو من سوف يحكم في كل الأحوال. يعني الآن فلتمضي هذه الكواليس كما تريد، وحتى البعض فعلا يترزقون من إطالة زمن المعركة. ألم يكن التدخل في الحديدة من أجل إطالة أمد الحرب أستاذ عادل؟ بالتأكيد، وإطالة معاناة الناس أيضا، وإطالة باسم معاناة المواطنين، أطالوا معاناة المواطنين. ولو كانت الحديدة قد تحررت ولا يعني ولو كنا تجاوزنا ورفضنا اتفاق ستوكهولم لكانت الحديدة مش وحدها فقط، وربما حتى صنعاء خرجت من هذا من تحت هذا الكابوس البغيض. طيب ألا تعتقد أن النخب السياسية اليمنية بحاجة إلى الجلوس في الوقت الراهن وحال حالة الخلافات التي أضعفتها وأضعفت الطرف المواجه للمشروع الإيراني في المنطقة؟ أكيد، هذا هو الآن ما يتم. منذ العام 2019، منذ أن توافقت القوى السياسية على في مجلس النواب مثلا على اختيار قيادة جديدة، بدأت الحلحلة، وهناك عبارة عن لقاءات غير معلنة حتى. الصفقة اليمنية تلملم، وهناك أيضا أشياء على الأرض نراها. طبعا ستجد الآن المعركة والخندق وحد الجميع بشكل إجباري، لأن الكل عرف أنه كان مخدوعا وأن دسيسة وقعت بين هذه الأطراف بفعل فاعل، بفعل طرف ثالث. هذا الطرف الثالث هو امتداد للإمامة الكهنوتية التي سار عليها شعبنا في 26 سبتمبر، وسوف يعيدها إلى مقابل التاريخ من جديد بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، كنت معي عبر الهاتف. عود لك أستاذ حسن، كنت أريد أن تعلق. كنت أريد أن تفضل. لماذا لا نكون واضحين ونحدد مشكلة الشرعية أين هي، ومشكلة أيضا القوى الوطنية أو القوى السياسية التي تقول من عليها أن تتوحد أين هي أيضا. لماذا لا نكون واضحين ونقول أن الإخوان المسلمين مسيطرين على قرار الشرعية، قرار الشرعية بيد الإخوان المسلمين، والتخاذل والتراجع وفشل الجيش وعدم كفاءة الجيش يتحملون مسؤوليته. وكذلك هناك إشكالية أيضا تتعلق بالإخوان، يعني هم مسيطرين على قرار الشرعية، على قرار الشرعية وفي الخارج وفي الخارج وفي الدول الأخرى يشتغلون ضد الشرعية. أيوة، كيف نفهم هذا؟ يسعد ورعادتهم دائما، هكذا الإخوان المسلمين. لاحظ أنت تونس فين وصلت الآن؟ أين وصلت؟ الأخير راشد الغنوشي يطالب علينا إذن أن نفرق بين بين الإصلاح وبين الإخوان، التنظيم الدولي الذي يدار من تركيا ومن قطر، يعني أريد أن نفرق بينه وبين أيضاً الإصلاح، يعني أعتقد أن هناك فرق. الإصلاح هم الإخوان المسلمين، إذا في شخصيات بعض التجار وبعض شيوخ القبائل ليسوا أصحاب قرار، القرار بيد الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين هم اللي يحركوا هذا الحزب، هذا إطار كبير. أقصدنا بالنسبة للتنظيم الدولي، لمن هم تابعين للتنظيم الدولي وليس لهم قرار، قرارهم يأتي من الخارج، لكن بالنسبة للإصلاح على الأقل ستجد من يقاتل في الداخل ويواجه الحوثي. لا أحد. أين يقاتلون؟ فقط في مارب، والقبائل أيضا هي التي تقاتل في مارب عشان عوائد النفط التي تذهب إلى جيوبهم، تذهب إلى خزائنهم ولا تذهب إلى البنك المركزي هناك فقط. لكن في تعز ماذا يفعلون؟ كل عملياتهم كانت ضد الوحدات العسكرية غير الحزبية، ومارسوا حتى الاغتيال، اغتالوا عدنان الحمادي، وقبل أيام اغتالوا أركان حرب اللواء نفسه اللي كان قائده عدنان الحمادي، مش عارف اسمه بالضبط. الإخوان
يديروا المعركة لمصلحتهم الخاصة ويوزعوا أدوار، جزء منهم مع الشرعية وجزء آخر يتظاهر ويخوض حرب ضد الشرعية، ضد عبد رب منصور. هذا عقبة في طريق أي يعني محور مصالحة بين القوى السياسية أو تقارب. وهناك أنا لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية، لكن هناك تجمع، هناك ائتلاف أعلن قبل كم سنة برئاسة وكان رئيسه رشاد العليمي، ولم يحقق هذا الائتلاف غير مقابلة نشرت الشرق الأوسط لرشاد العليمي. بعد ذلك أين هذا الائتلاف؟ غير موجود. الإخوان هم اللي يديروا العملية السياسية والعسكرية، وهم السبب الرئيسي في قوة الحوثي. ولا يجب أن نقول أن الحوثي ضعيف الآن، ليس صحيح أنه ضعيف، في حيث يسيطر الحوثي هو قوي. لكن خروجه من الجنوب كان للقوات الإماراتية، هكذا بشكل واضح يجب أن نعترف. الإماراتيين هم اللي خرجوا من الجنوب حيث احتل الجنوب، والجنوب الآن ليس بيد قوة واحدة منظمة، جزء مع الإصلاح، والإصلاح يخوض حرب في أبيان، يخوض حرب ضد الانتقالي. حيث يتواجد الحوثي يجب أن نعترف بأنه يتواجد بقوة، وحيث توجد الشرعية وجود شكلي ووجود فيه صراعات بين الانتقالي وبين طرف الشرعية. إذا لا تعول على تقارب القوى السياسية في هذا الوضع وبهذه الكيفية، لكن ترى أن هناك حل آخر وهو استمرار في العمليات العسكرية. الاستمرار في العمليات العسكرية، الغرب يريد هذا حتى تنضج ظروف تقسيم اليمن. هم يريدون العملية تستمر حتى إذا الهدف حتى تسقط الثمرة، هكذا يقسموا البلد كما يشاءون. عندهم خطتهم ومشروعاتهم، لا أدري ما هي تفاصيله، لكن موضوع تقسيم اليمن موضوع قائم، وفي إطار الشرق الأوسط الجديد مطلوب تقسيم عدة بلدان، في ليبيا المسألة جارية أيضا رغم الدعوة للانتخابات، في سوريا تقسيم اليمن أمر وارد. والمشكلة أنه دول التحالف السعودية على وكتات، تكلمتم أول أنه السعودية ودول الخليج، أحد ضيوفكم كان نجيب غلاب، أنه دول الخليج تدرك، ودول الخليج بينها مشاكل ومشاكل من زمان مع السعودية، مشاكل مع كل دول الخليج من وقت طويل، وليس الآن في ظل أزمة اليمن، ولم تنتهي هذه المشاكل. هناك احتكاك، وهناك يمكن البحرين الدولة الوحيدة اللي مش معها مشكلة مع السعودية. طيب متطلبات السياسة ربما يعني تفرض واقع جديد في العلاقة، السياسة ليس فيها عداوة دائمة. لكل مشروعه يعني عمان بقدر ما هي حليف لإيران أو قريبة من إيران لها مشروعها الخاص أيضا، ليست بعيدة عن ما يجري في اليمن، لها مطامع في المهرة. يعني كان هناك حديث سابق في هذا الجانب، لكن اليوم نحن نعرف يعني أن اليمن مطمع للكل للجميع، لكن اليمن يمكن أن تصبح للعالم كله لا مشكلة، لكن اليمن مع السيادة اليمنية يعني يمكن أن يكون هناك تبادل المصالح، يمكن أن يكون هناك تسهيلات معينة مقابل تسهيلات أخرى، يعني في إطار المصالح وفي إطار السياسة المتعارف عليها، ليس التبعية وليس أكل قضمة منها أو تقطيعها أو يعني شقها إلى أنصاف وأرباع. هذا الكلام غير وارد ولن يقبل به اليمنيون. يعني اليمن في موقع استراتيجي مهم، ولديها كثافة سكان ولديها موارد، وإذا تمكنت اليمن من أن تستقر في دولة واحدة ودولة هي حامي لكل هذه الدول اللي حولها، هي سياج تحمي السعودية رغم المساحة الكبيرة الواسعة للسعودية ورغم الإمكانية المالية. اليمن إذا استقرت وفي ظل نظام وطني تحمي السعودية وتحمي كل دول الخليج، هي الضامن وهي الحامي. لكن للأسف هذه الأنظمة من حولنا لم تدرك، لعلهم قد أدركوا بعد فوات الأمان بعد ما دمرت اليمن، لكن نسأل الله السلامة، ونتمنى من الجميع أنه يضع اليمن نصب عينه ويعودوا إلى رشدهم، أنه الوضع لم يعد يحتمل في اليمن. كل يسهم بما لديه في إيجاد تسوية مناسبة بدون ضعف وبدون تمكين طرف. أنا لا أثق بأن دول الخليج وصلت إلى مرحلة
اتفاق فيما بينها حول الموضوع اليمني على وقت التحديد. ملاحظا الجميع يعرف خروج اثنين قبل فترة ما نسميهم خروج اثنين ببيان ضد الحكومة أيضا. لاحظ إنه الإخوان المسلمين وقطر طرف في إذن ذكر الوقت أستاذ حسن العديني الكاتب الصحفي الكبير، أشكرك جزيل الشكر على تشرفي في هذا اللقاء. شكرا لك. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.